النهارده هعمل لكم ريفيو لذيذ قوي عن حصاله على شكل بقره بلاستيك. حجمها حلو والوانها كتير قوي، شكلها ممتع وجميل جدا. دي الالوان اللي انا جبتها، لكن في منها الوان اكتر من كده بكتير. في منها على سبيل المثال كمان اللون البامبا للناس اللي بيحبوا اللون البامبا. الحصاله دي جميله جدا ومتينه ومن البلاستيك، ممكن نحط فيها نقود من عملات معدنيه او ورقيه، مش بتقع منها مهما ميلتيها يمين او شمال او هزتيها ولا رجتيها، الفلوس مش هتقع منها ابدا. وطبعا دي ميزة حلوة جدا. مهم جدا انك تعلمي طفلك ازاي يحوش وقيمة الادخار والتوفير. والحصالة دي شكلها مميز وممتع وجميل جدا، هتشجع اطفالك او اولادك ان هم يحوشوا فيها. وهي بتيجي مغلفة زي ما انتم شايفينها كده. بالنسبة لي انا جبتها ب10 جنيه، ده ساعة ما اشتريتها ومرضتش انزل الريفيو الا ما فعلا نكون خلاص حوشنا الفلوس فيها، عشان اوريكم ازاي ان احنا بنفتح الحصالة، لان هي ليها طريقة في الفتح. وعشان افتحها معاكم واعرفكم احنا حوشنا فيها قد ايه، انا جبتها من سوق الخميس من عند اسلام اللي هو ورا محمد النمكي، لكنه بيبيعها دلوقتي ب20 جنيه. ممكن كمان تجيبوها من اي صفحة على الفيسبوك، اسعارها بتبتدي من 20 جنيه ل25 جنيه ل30 جنيه. ممكن كمان تجيبوها من على امازون، وامازون بيجيبها لكم مجاني من غير مصاريف شحن. اعلى سعر ليها 50 جنيه، لكن موجودة برضو على امازون ب25 جنيه وب28 جنيه وب26 جنيه، وموجودة على نون بتتداع ب39 جنيه. الحصالة ما فيهاش اي حاجة ممكن تعور طفلك، فصالحة لاي سن. شكلها كيوت ومثير جدا للاطفال، هيحبوا ان هم يحوشوا فيها. ده كان الجزء الاول ريفيو عن الحصالة. الجزء الثاني هعرفكم ازاي بنفتحها بسهولة وعرفكم حوشنا فيها كام. حط اللايك، ما تنسوش ترزعوا اللايك احسن لكم، وتشتركوا في القناة احسن لكم. انا قلت اهو، حط اللايك. ايه ما تنسوش السبسكرايب بتاعي، لايك يا بيه، لايك يا فندي، تعالي نشترك في القناة، حط اللايك.